خلعه باطل ولا تراضي؟ الحديث قال ايه؟ ايوه ردي اليه وطلقها تطليقا. بس يرضى يقول يطلق. طيب بس مش المحكمه. اروح بس مداخله وبعدين نرجع نكمل، لانه في كمان تطور. سياده النائب سليمان وهدان، اولا مساء الخير، عضو مجلس اداره نادي الزمالك والنائب والبرلماني العريق، مساء الخير على حضرتك. اهلا فندم، مساء الخير، ازي حضرتك سليمان بيه؟ هل هناك استقاله لمجلس اداره نادي الزمالك، نعم ام لا؟ تم الاستقاله، يعني في استقاله لاعضاء نادي الزمالك بالاجماع، كلنا قدمنا استقالتنا وهتكون بكره على مكتب السيد وزير الشباب والرياضه ان شاء الله. هل هي استقاله جماعيه؟ استقالة جماعية. ايه الاسباب اللي خليتكم النهارده تستقيلوا؟ والله شوف، اسباب كثيرة جدا، يعني ظل الظروف اللي موجودة، واحنا ابدينا مصلحة النادي على المصلحة الشخصية الضيقة، احترمنا جميع العمية اللي انتخبتنا، في عثرة كبيرة جدا بتقابل مجلس ادارة منذ اكثر من 7-8 اشهر. للاسف الشديد في مشاكل في قطاعات كثيره، نتمنى ان شاء الله باذن الله الخير نادي الزمالك في المستقبل، ونقدر ان شاء الله باذن الله اللي بعدنا يكمل، وسيظل نادي الزمالك هو اللي موجود وكلنا اشخاص زائلين. يمكن بوجه تحيه ثاني مره لجمهور نادي الزمالك العظيم، وكنا عايزين نعمل اكثر من كده، لكن احنا خدنا طريق يعني ان احنا نشوف بقى ناس بيديروا في ظل وجود مشاكل، يمكن قد يكون في مشاكل موجوده على اساس اشخاص، لكن احنا بنقول ما زال الزمالك هو القائم وهو الموجود، وهذا الكيان وهذه المؤسسه العريقه هي في خدمه الوطن واحد روافد المنتخب في كافه العابه وقطاعاته، ونتمنى ان شاء الله التوفيق لنادي الزمالك، وسنظل مشجعين نادي الزمالك ومحبين نادي الزمالك طول الوقت ان شاء الله. سياده النائب، لسه امبارح احمد مرتضى تولى رئاسه نادي الزمالك، يعني ثاني يوم تاخذوا هذا الاجراء، وقبلها كان تولى رئاسه مجلس اداره نادي الزمالك بصفه مؤقته. شوف، في بعد تحديدا بعد حبس رئيس النادي كان في هناك قرارات متضاربه كثيره جدا، هجوم كبير جدا من بعض المعارضين او من بعض، فاحنا اخترنا الافضل ان احنا نقدر ندي فرصه لحد يكمل، ودي مسيره الحياه، وده يمكن انا عايز اقول مش احنا يعني بنفضل نفسنا، لكن بنقول ان احنا خدنا القرار الصعب، وهو احنا قدمنا رسالتنا في ظل جو ديمقراطي وفي مناقشات. هل شايفين هذا القرار ابتعادكم في هذه المرحله عن نادي الزمالك هو حل للازمه، ولا ان نادي الزمالك يدخل في نفق مظلم؟ لا والله، شوف احنا طبعا يعني كنا احنا قلنا ان احنا نقدم الاستقاله لحل هذه المشاكل، ويمكن قد يكون احنا مجلس الاداره الموجود هو اللي في ازمه، لكن احنا قلنا ان احنا نغلب مصلحة العامة ومصلحة نادي الزمالك، واحنا كبنحب نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك بنقول ان احنا قدمنا مصلحة نادي الزمالك على مصلحتنا الضيقة الشخصية في ان احنا نقدم استقالة، وده امر صعب جدا، مش عارف تاخد قرار باستقالة، يمكن امر صعب، لكن اقدر اقول ان احنا قدمنا مصلحة نادي الزمالك بدون اي تفاصيل بسيطة او يعني نخوض فيها على مصلحتنا الشخصية الضيقة. هل تعرضتوا لاي ضغوط بصراحة؟ لا لا، مفيش ضغوط طبعا، مفيش ضغوط، احنا كان في اريحية كبيرة جدا وديمقراطية، والقرار اتاخد يمكن 3 ساعات بعد مشهورة وراء كثيرة جدا ودراسة كافة الموضوعات من جانبها، لكن احنا وصلنا في النتيجة ان نادي الزمالك هو استقالتنا قد تكون تغلب الجانب اللي هيفيد نادي الزمالك اكثر من ان احنا هل اتصلتوا بالدكتور اشرف صبحي وزير شباب رياضه قبل اتخاذ هذا القرار الاستقاله ولا بعدها؟ لا 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 لا, 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 لا ولا انا حاولت اتصل بيه، يمكن لم اردش يكون في حاجه، لكن انا هبعتها على الواتساب ان شاء الله بكره بعتكم على المكتب باذن الله.
طيب ايه اللي قدام وزير الشباب والرياضه؟ هل ممكن اعاده تكليفكم ولا لازم يتجاوب مع الاستقاله؟ لا ده الامر مفوض بقى للوزير، واعتقد ان خدنا قرار الاستقاله مش عشان نرجع تاني، خدنا قرار الاستقاله عشان ده قرار تم رحصه بشكل كبير جدا وباستفاضه كبيره جدا. كل الساده الزملاء كان ليهم اراء واستمعنا كل اراء، ولكن فضلنا. هل حد اعترض؟ يعني حد كان رايه اخر نستنى شويه؟ كان في اراء كثيره جدا، في اراء كثيره جدا، نستمر وناخد الفرصه ونستمر، ولكن في النهايه كانت الاغلبيه هي صاحبه القرار وكلنا اتفقنا على. مين كان معترض؟ مين كان رافض؟ والله مش عايز اقول اسماء لان احنا مش عايز احرج حد يعني، احنا كلنا في النهايه اخذنا قرار جماعي وقرار ديمقراطي، قرار ينصب بمصلحه نادي الزمالك، ينصب بمصلحه نتمنى ان شاء الله في مستقبل نادي الزمالك. وبنوجه التحيه لجمهور نادي الزمالك والجمعيه العموميه اللي انتخبتنا، واحنا يمكن كتبنا ان احنا بنأسف على الجمعيه العموميه في هذه المرحلة. سليمان بيه، هل بصراحة الاستقالة دي تأخرت انه كان الجمعية العمومية او البعض جمعية عموميه عشان لا نعمم انه كانوا بيطالبوا بالاستقالة قبل كده لما حصل دخل في مشاكل نادي الزمالك؟ لا 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 لا، ولا ده توقيتها المثالي؟ لا لا لا، انا عايز اقول كلمتين بكل عايز اقول كلمتين ان الجمعية العمومية ما اختارت القايمة اللي احنا فيها، كان اختارتها بكل أريحية، اتخذتها يمكن في أغلبية كانت كبيرة جدا، وكان فارق في الصندوق، كان فارق في الصندوق وواضح، ولكن وخدنا بطولتين دوري وكاس، وخدنا بطولة الدوري، وخدنا بطولة جماعية، وخدنا، لكن المشاكل حدثت ما بعد ذلك. كنا ممكن نستمر، ما فيش مشكلة انك تستمر، لأن الجمعية العمومية هي ما زالت منتخباك، أنت المنتخب جاي، كلنا جايين من طريق الصندوق، كلنا جايين بآلافات يعني 17000 و20000. صحيح صحيح. لكن احنا هذا القرار قرار صعب جدا جدا، صعب علينا ان احنا نسيب نادي الزمالك ودون تاني دون اي ضغوط، ولكن كان هو المصلحه تغليب مصلحه نادي الزمالك هي المقصد الرئيسي يعني. قبل ما اشكر حضرتك، هل لكم حق خوض الانتخابات القادمه؟ وهل ممكن تبقى الانتخابات قريبه في اكتوبر بعد اكتوبر؟ طبعا لنا حق، احنا مؤدين استقالتنا، احنا الحمد لله مجلس هذا المجلس مجلس محترم، مش اي عندنا مخالفات ماليه، ما عندناش اي اختلافات، ما عندناش اي مشاكل. احنا تقدمنا استقالتنا، احنا خارجين واحنا قاعدين على كراسينا، احنا اللي قدمنا الاستقاله، واحنا لكن من يرى في نفسه ان يتقدم في خوض الانتخابات في المرحله القادمه فليتفضل، مش اي موانع قانونيه او موانع اداريه تمنعه انه يخوض الانتخابات في المرحلة القادمة. سيادة النائب سليمان وهدان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك لكرة القدم، بشكرك شكرا جزيلا وكل التحية لحضرتك. مجلس إدارة نادي الزمالك النهاردة يعني زي ما قالنا النائب سليمان وهدان تقدموا باستقالة جمعية، بكرة يعني تعرض غدا على الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.